أهلا بحضراتكم في تغطيتنا اليومية عن أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأحد والاثنين مع عودة حركة العمل والأسواق بالتأكيد بعد انتهاء إجازة العيد. اليوم هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيان بتتوقع فيه أن يشهد الأحد ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. فيما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الأحد سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح بالسواحل الشمالية الغربية وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الأحد فالقاهرة العظمى 32 والصغرى 20، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18، مطروح العظمى 26 والصغرى 17، سوهاج العظمى 36 والصغرى 23، قنا العظمى 38 والصغرى 24، أسوان العظمى 40 والصغرى 26 درجة. وفي سياق آخر، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس السبت شهدت استمرار في الأجواء الربيعية وسط ارتفاع طفيف جدا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية بحوالي من درجة إلى درجتين، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى السبت وصلت إلى 28 درجة مئوية. وأضافت أن الأجواء ربيعية مائلة للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة على السواحل الشمالية وحارة على محافظات جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الأجواء تكون مائلة للبرودة خلال فترات الليل خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. وتابعت الدكتورة منار غانم أننا نشهد نشاطا نسبيا للرياح على السواحل الشمالية وبعض المناطق من جنوب سيناء، ومن المتوقع أن نشهد الأحد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات على كافة مناطق الجمهورية، ومتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من بين 33 إلى 34 درجة مئوية الأحد والاثنين، ومتوقع أن تكون الأجواء حارة خلال النهار، والأسبوع الجاري درجات الحرارة تكون أعلى من الأسبوع الماضي. هذه كافة الأخبار والمستجدات حول حالة الطقس، بالتأكيد بنوافي حضراتكم دوما بكل جديد على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع فيما يخص الحالة العامة للطقس. أشكركم شكرا جزيلا، كنت معكم الأشرطة، إلى اللقاء في تغطية ومتابعات جديدة.